هل تم توريط السيد الكاظمي بهذا الأمر؟ لأنه في برنامجه الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب هو واحد من المهام الأساسية التي يقوم بها هي إجراءات انتخابات مبكرة، وبالتالي صادق البرلمان على هذا، فعندما فعلها قالوا له هذا إجراء غير دستوري. هل هي خديعة؟ لا هي مو خديعة. أنا قلت لك يعني السيد الكاظمي عندما جاء، أنا أحكي لك للأمانة يعني أنا نعم. السيد الكاظمي أخ وصديق وعزيز، وأنا يعني متواصل معه قبل أن يكون رئيس وزراء، وكنا نلتقي دائما. وفي الأيام الأخيرة للأمانة وسجلها لي، لم يرغب السيد الكاظمي أن يكون رئيس وزراء أبدا، لم يرغب أن يكون رئيس الوزراء، وبعد نفسه عن هذه المشاكل حتى في قبل 3 أيام من تكليفه، والتقيته وقال لي أنا حقيقة وجدت أن وجودي في رئاسة الوزراء سوف يوجد ردود فعل من بعض الكتل السياسية، وأخشى أن تكون المهمة صعبة ولم أحقق ما أريده، لأنه سوف يجعلونها. وحتى رئيس الجمهورية للأمانة قبل تكليف السيد الكاظمي، واعذرني عن ذكر الاسم، يعني بناء على طلب الكاظمي أراد أن يكلف شخص آخر قبل ساعتين، لكن الشخص الآخر يعني اعتذر، وبالتالي كلف السيد الكاظمي. وهو عندما كلف قال له هي مسألة، قال لي إنها مسألة وطنية يجب أن أتصدى، لكن سوف أعمل بما يريده الشعب العراقي وما هو صالح للوطن، وسوف لا ألتزم بكل ما يقوله الكتل السياسية. وقلت له بالتحديد سوف تكون هناك عراقيل وكثير من الأمور، قال سوف أمضي والله معنا إن شاء الله.